غيري عليه. لا غير ليه؟ ده مجاله. هو انا اتجوزت شيخ مسجد وهو اتجوز رسامه؟ مخرج السينما مش امام مسجد، طبيعي يكون حواليه بنات ما بغيرش عليه، وراجل رومانسي جدا قريب قوي من ولاده، ومن حبه في مراته سمى بنته على اسمها، ما لا تعرفه عن خالد يوسف الزوج والاب. كتير بيعتقد ان المخرج خالد يوسف علاقته ببيته وولاده وزوجته مش في احسن حالتها، وان حياته مش مستقره، خاصه مع الاشاعات اللي بتلاحقه طول الوقت وافكاره الجريئه في اعماله. لكن لما زوجته الفنانه التشكيليه السعوديه شاليمار شربطلي اتكلمت، الناس كانت متفاجئه وقالت اكيد بتبالغ وبتحسن صورته. شاليمار معروف عنها انها دائمه الدعم لزوجها المخرج خالد يوسف، وبتحرص انها تحضر معاه كل المناسبات، بتسنده وتدعمه وبتاكد على حبها الكبير ليه، وانها ما بتشكش فيه ابدا ولا بتغير عليه. قالت قبل كده في تصريحات على هامش احدى المعارض الفنيه انها ما بتغيرش خالص على خالد رغم وجود ستات كتير حواليه، لانها مش شايفه مبرر للغيره دي. وقالت انا جوزي مخرج سينمائي مش امام مسجد، طبيعي يكون حواليه بنات كتير علشان ياخدوا فرصه، زي ما انا رسامه وحواليا ناس كتير، طبيعه شغلي كده. وقالت انه رومانسي جدا خاصه في فتره الحمل والولاده، خاصه انه قرر يسمي بنتهم على اسمها شاليمار، وكان عايز يبين للناس انه ازاي بيحبها. واكدت انها ما بتهتمش للاشاعات الكتير اللي بتحاط بيه، وبتتجنب كل الكلام ده وزيه زي دكتور النساء، وده اختيارها والاختيار مسؤوليه. كملت وقالت انا متصالحه جدا مع زوجي ومبعتبش عليه في شيء، ومواقفه معايا لا تعد ولا تحصى، سندني ودعمني في مواقف كتير، اختلف معاه في بعض الاراء ولكن يجمعنا الحب والاحترام المتبادل. وعن دورها كأم قالت ان الامومه اكبر مسؤوليه في العالم، والام لازم تكون قويه ومتتعاملش مع اولادها بالشوكه والسكينه، وبتشوف ان التنمر كلمه مستحدثه، الطبيعه البشريه بتجبرنا على السخريه، واللي خايف من التنمر لازم يربي ولاده تربيه قويه علشان يكون قادر يواكب الحياه ويدافع عن نفسه. شاليمار شربطلي من مواليد 1971، اتولدت وعاشت في جده لاب سعودي وام مصريه، ابوها رجل الاعمال السعودي حسن عباس شربطلي، عندها 6 اخوات ولاد وخمسه بنات، اتخرجت من كليه الفنون الجميله في القاهره. سنه 2000 وضعت شاليمار شربطلي في قائمه اكتر شخصيه مؤثره في الفن والثقافه، واتجوزت خالد يوسف في 2011. خالد يوسف علاقته الاب قويه جدا بولاده الثلاثه، وهما يوسف ومايا من زوجته الاولى، وبنته شاليمار من زوجته اللي ليها نفس الاسم. ومن كام شهر نشر خالد يوسف مجموعه صور مع ابنه وهو بيتخرج، وكتب اول امبارح كان بيعيط علشان ما يروحش المدرسه، والنهارده يوسف خالد يوسف بيتخرج من الجامعه في انجلترا في علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي. فاجئني انه عمل مشروع تخرجه في استخدام الذكاء الصناعي في فنون الجرافيك بالسينما، وكمان جاب فيه امتياز.